وللتعليق مشاهدينا على مقال مجلس التعاون 34 عاما من العطاء، يسعدنا الآن أن ينضم معنا المستشار السياسي للأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور مشاري النعيم. مرحبا بك دكتور. حياكم الله. بداية، أثبت مجلس التعاون الخليجي على مرور السنوات السابقة أنه أحد أهم وأنجح التجمعات الإقليمية في العالم. دكتور، كيف ترى أهمية روافد العمل العربي المشترك في شتى المجالات، لا سيما في المجال الدفاعي وحفظ الأمن القومي الخليجي والعربي؟ وكيف تصف واقع مجلس التعاون الخليجي بعد مرور 34 عاما على تأسيسه؟ شكرا لاستضافتي. طبعا مثل ما أشرتم، مجلس التعاون الخليجي هو بالفعل دعامة أساسية للأمن، ليس فقط لأمن منطقة الخليج لكن للأمن القومي العربي، وبالتالي إذن هو دعامة أساسية ويعني ركن فاعل في تحقيق وتعزيز الأمن والسلم الدولي. وأعتقد طبعا أن يعني واضح للجميع المساهمة الفاعلة لمجلس التعاون كصخرة للاستقرار في المنطقة اللي طبعا يعني سادتها أحداث عاصفة يعني وبالذات منذ 2011. عمل مجلس التعاون بصورة ناجحة جدا في دعم هياكل الدول، دعم تعزيز الاستقرار فيها، دعم العمليات التنموية فيها، بمعنى أن العمل كان متعدد: سياسي، تنموي، إنساني، لكن أيضا أمني وأيضا عسكري. وكل هذا طبعا يعني كان عامل مهم ورافد اساسي في الامن والسلم الدولي. فمجلس التعاون كان يعمل بصوره جماعيه ويعمل بتنسيق مع المنظمات الاقليميه مثل جمعيه الدول العربيه ومنظمه التعاون الاسلامي، ولكن ايضا بتنسيق مع الامم المتحده، وهذا طبعا يعني رايناه في الازمه اليمنيه بصوره واضحه جدا، لكن ايضا رايناه في دعم مصر وفي يعني المساهمة في حماية المنشآت الحيوية في البحرين في 2011، ويعني في العديد من المبادرات الفاعلة اللي قام بها مجلس التعاون. نعلم دكتور مشاري أن المجلس واجه العديد من التحديات الداخلية بجانب الخارجية، وبفضل الله ثم بجهود قادة الدول الخليجية نستطيع القول أنه تجاوز كل الصعاب والتحديات في المرحلة الماضية. برأيك دكتور مشاري، ما هي أهم الأسباب برأيك التي ساهمت في نجاح المجلس في الوقوف أمام الأطماع والتدخلات التي واجه مجلس التعاون من الخارج؟ نعم، طبعا أولا وقبل كل شيء، هناك الإيمان المطلق من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بأهمية وحيوية الروابط القائمة بالفعل ليس فقط بين دول المجلس الست، وإنما أيضا بين شعوبه. يعني هناك روابط أساسية ومستمرة ومتواصلة بيننا كشعوب ودول، فنحن يعني أهل جميعا، نكون أسرة واحدة فعلا. توصيات القادة وتوجيهاتهم دائما هو أن ضرورة تذليل كافة الصعاب، وأن المجلس بالفعل طبعا كأي منظمة إقليمية قد يواجه تحديات، حقق إنجازات هائلة وقد يواجه تحديات، لكننا نخرج أقوى من هذه التحديات. التحديات اللي تواجهنا والمشاكل التي اعترض المسيرة نتعلم منها، فإذا تعلمنا منها وتخطيناها أصبحنا أقوى من ذي قبل. طبعا من الواضح للجميع أن احنا بالفعل كوننا هوية خليجية مشتركة. مجلس التعاون أصبح الآن يطلب منه المشاركة في يعني اجتماعات دولية مهمة جدا، مثل القمة الخليجية الأمريكية اللي عقدت مؤخرا في كامب ديفيد، البيت الأبيض وكامب ديفيد. هناك أيضا اجتماعات هائلة ويعني حوارات مع العديد من المنظمات والدول، الاتحاد الأوروبي، روسيا، اليابان، كوريا، الهند، يعني هناك الكثير ممن يطلب. لكن الطلبات أكثر مما يستطيع المجلس بالفعل يعني التعاطي معه بصورة سريعة. دكتور مشاري إذن أفهم من كلامك أن كيان دول مجلس التعاون يمثل كيان وذات أهمية كبيرة في الإقليم وعلى المستوى الدولي.
إذا ما تقييمك للدور الذي لعبه المجلس على المستوى السياسي بشكل دقيق؟ نعم، سياسيا طبعا لو خليني يعني عشان نركز الكلام، طبعا منذ يعني 2011 أشرت مثلا إلى أن ساهمنا مساهمة كبيرة في أولا صياغة يعني كنا الدور الأبرز والفاعل في وضع اليمن على طريق الحل السياسي عن طريق المبادرة الخليجية وفي رعاية ومتابعة هذه المبادرة، وهذا العمل هو قائم ومستمر إلى الوقت الحاضر، وعاصفة الحزم هي جزء من هذا لأنها أيضا حظيت كما حظيت المبادرة بمباركة دولية وبشرعية دولية. فبالتالي هناك تكامل بين يعني هذين العنصرين في حركية دول المجلس مجلس التعاون. أيضا عملنا بصورة منسقة فيما يتعلق بليبيا، وكنا أول جهة تطلب إنقاذ الشعب الليبي ومساعدة الشعب الليبي، وهذا كان طبعا بارز جدا وواضح في الاجتماعات التي يعني كانت تعقد آنذاك تحت مسمى أصدقاء ليبيا. أيضا عملنا بصورة منسقة في دعم مصر، نحن نعتقد أن مصر هي ركن أساسي في العمل العربي المشترك، وكنا دائما ندعو إلى أنها يعني تستعيد دورها القيادي في خدمة القضايا العربية والإسلامية. أيضا نحن نتحرك ولازلنا نتحرك في موضوع الأزمة السورية، ونحن بالفعل يعني مجلس التعاون مستمر في هذا، وسيصل إن شاء الله إلى نهاية يعني تحقق تطلعات وأمنيات الشعب السوري الشقيق. العديد من القضايا الإقليمية، العراق أيضا لنا موقف موحد، والقوى الدولية الفاعلة وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية تأخذ آراءنا ونظرتنا لوصفنا أقرب للشأن العراقي مثل ما لغير من الشؤون دول المنطقة، تأخذ آراءنا في الحسبان وتريد أن تفهم وجهة نظرنا وبالفعل يعني تدخلها في السياسات العامة وتوجه. نعم دكتور مشاري، نحن نتكلم عن 34 عام من إنشاء المجلس، برأيك مواطن الخليج ما هي الآمال التي يعلقونها على المجلس خلال الفترة القادمة دكتور مشاري؟ نعم طبعا نحن يعني أريد أن أمر سريعا، أنا أعرف طبعا وقتكم أيضا محدود. نعم. إلى الإنجازات التي حققت في المجال اللي مجالات تمس المواطن الخليجي. نعم. حققنا المواطنة الاقتصادية، حققنا السوق الخليجية المشتركة، حققنا اتحاد جمركي، نحن سائرون في اتحاد نقدي، حققنا ربط كهربائي، سنحقق أيضا ربط مائي، هناك أيضا مشروع استراتيجي هو مشروع السكك الحديدية. طبعا نحن نعرف وهذه طبعا إلى أين وصلت هذه المشاريع دكتور مشاري، سواء الربط الحديدي أو العملة الخليجية؟ الربط الحديدي الآن قائم، الربط يعني يعمل عليه بالفعل، وسيرى المفترض أنه ينتهي في عام 2018. الربط الكهربائي تحقق، هناك أيضا مشروع مهم للربط المائي يعني بحيث أن بالفعل دول الخليج تغطي بعضها في حالة الأزمات أو عندما تحتاج أي دولة لأي طارئ لأي سبب. الاتحاد الجمركي تحقق جزء يعني هائل، بقيت بعض القضيتين فقط يعني اللي لا تزال محل نقاش، لكنها لا يعني لا تخدش الإنجاز الكبير اللي تحقق. هل هناك تاريخ محدد دكتور مشاري بخصوص العملة الخليجية الموحدة؟ والله إلى الآن يعني لا يزال لا ليس هناك تاريخ محدد، طبعا كان هي بمشاركة 4 دول الآن من دول المجلس، لكن طبعا من يعني من الواضح أن الأزمة اللي تعرضت لها أوروبا الأزمة المالية العالمية، لكن أيضا أزمة اليورو جعلت المجلس يتريث قليلا ليتعلم من الدرس. ما هو اللي يسائل الفكره نفسها، الفكره نفسها قائمه والمشروع قائم، انما ليتعلم من التحديات لكي لا يقع في الاخطاء. نحن دائما نقول ان احنا يعني وبكل تواضع نتعلم من الاخرين ومن تجاربهم، لكن نتعلم منهم لكي لا نقع في الاخطاء التي وقعوا فيها. دكتور مشاري، كيف ترى مشاركه دوله المملكه المغربيه وكذلك أيضا بجانب الأردن في المشاركة خلال المؤتمرات والاجتماعات التي يقوم بها مجلس التعاون الخليجي؟ طبعا يعني تلبية لدعوة الخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله رحمه الله، يعني أصبح هناك اجتماعات ورابطة قوية ويعني رابطة استراتيجية
بين دول المجلس من جهة وبين كل من المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية. هناك طبعا برامج هي محل متابعة واجتماعات مستمرة يعني على عدة مستويات وزارية وفنية وغير ذلك بين الجانبين. نحن نعتقد طبعا أن تعاوننا وشراكتنا الاستراتيجية مع كل من المغرب والأردن هي مهمة جدا كرافد ليس فقط الاستقرار الإقليمي ولكن أيضا للعمل العربي المشترك في صورة عامة. فنحن يعني نأخذ هذا على محمل الجد وماضون يعني بصورة فاعلة في هذا الأمر. نعم، إذن كان معنا المستشار السياسي للأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور مشاري النعيم، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم.